لا الحاجات دي مش حصل عليها دنيا. هي الاي اي كله النيورال نتورك كانت هنتكلم عليها دلوقتي. يعني دلوقتي هنتكلم على النيورال نتورك. اول حاجه احنا قلنا الهايبوثيسز المقصود بيها ايه؟ الافتراض بتاعي، الموديل بتاعي، انا عايز الموديل بتاعي شكله عامل ازاي، عايزه لينير، عايزه نون لينير، عايز الاوردر بتاعه كام، عايز فيه فيتشرز قد ايه. ده الهايبوثيسز بتاعي المقصود بكلمه هايبوثيسز. نون لينير، احنا بالنيورال نتورك بنتكلم على نون لينير موديل. خلاص بقى فكره اللينير موديل او الخط المستقيم البسيط خالص ده، لا احنا عندنا حاجات فيها تفاصيل اعقد. اشهد ان لا اله الا الله. عندنا حاجات فيها تفاصيل اعقد، واللينير موديل مش هينفع معانا، مش هيفيد معانا، فاحنا رايحين للنون لينير. فخلاص احنا عارفين واحنا شغالين نيورال نتورك احنا بنتكلم على نون لينير موديل. نون لينير يعني ايه؟ يعني الشكل بقى، الاشكال المعقده اللي احنا شايفينها كده، شايفين الداتا سيت، عشان نقدر نفصل بينها محتاجين موديل شكله صعب شويه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. النيورال نتورك تقدر تعمل الكلام ده. هل اللوجيستيك ريجريشن كان يقدر يعمل الكلام ده ولا لا؟ يعملوا ازاي؟ هو احنا اللوجيستيك ريجريشن كان لازم يبقى لينير؟ صح؟ مش كنا قلنا ممكن تبقى اكس 1 سكوير، ممكن تبقى اكس 1 اكس 2 اكس 1 سكوير اكس 2 سكوير؟ فلا اللوجيستيك ريجريشن نقدر نعمل بيه الكلام ده. نقدر. بس هنا بقى هيبقى عندنا فيه برضه نون لينيرتي اعلى، نقدر نعمل اوفر فيتنج او فيتنج احسن من اللوجيستيك ريجريشن. وطريقه التريننج فيه اسهل شويه في النيورال نتورك. وهو موديل، يعني هو النيورال نتورك على فكره هو بيلدنج بلوك من اللوجيستيك ريجريشن. يعني اكني بجيب 10 يونت من اللوجيستيك ريجريشن واحده بس، احطهم مع بعض بقى نيورال نتورك. ماشي؟ فاحنا مش بعيد عن اللوجيستيك ريجريشن. فالموديل ده لوجيستيك ريجريشن اصلا اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، باوردر عالي. شايفين؟ طبعا هنا بيديني مثال، يعني بيعرفني ان احنا لو عندنا المثال بتاع البيت ده كان فيه 100 فيتشرز، السايز وعدد البيد روم والعمر بتاع البيت وحاجات كتير. فلو احنا عندنا 100 فيتشرز وعايزين الترمات بتاعتنا تبقى اكس 1 يعني سكند اوردر موديل او الموديل اوف سكوير، يعني فبنتكلم على ال 100 في 100. يعني هنا هيبقى عندنا عدد الفيتشرز اللي عندنا 100 في 100 على 2، اللي هي تطلع 5000 فيتشرز لو احنا عايزين نحقق الشكل اللي احنا شايفينه ده ببساطه يعني. فطبعا عمليه صعبه شويه. نفس الكلام هنا، لو انا بتكلم بقى على ايمج بروسيسنج وعايز ان انا اقدر اعرف الصوره دي فيها ايه، الحاجه اللي فيها، هل هي عربيه، هل هي موتوسيكل، هل هي وات ايفر. فنتخيل كده ان لو عندنا الصوره بتاعتنا مثلا 50 في 50 بكسل، لو الصوره بتاعتنا كانت 50 في 50 بكسل زي ما احنا شايفين كده، يبقى عدد البكسلز اللي عندنا كام؟ 2500. لو تخيلت دلوقتي كل بكسل من دول هو انبوت عندي، فانا كده عندي كام فيتشر؟ 2500 فيتشر. فانا عايز حاجه، تولز تقدر تساعدني ان انا لما يكون الفيتشرز كتير كده والداتا كتير كده اقدر اتعامل معاها. فالناس راحوا للنيورال نتورك عشان كده. هي بتقدر تساعد في الحاجات دي، ممكن تبقى في تفاصيل داتا ست كتيره جدا جدا جدا، عدد الفيتشرز كتيره جدا جدا، النيورال نتورك تقدر تتعامل معاها. طبعا الدنيا اتطورت اكتر للديب ليرنينج، وبرضه هو الديب ليرنينج هو تطور للنيورال نتورك، يعني مش حاجه جديده. ماشي؟
طيب النيورال نتورك هو بدأ من الثمانينات، اتطور شوية لحد من الثمانينات للتسعينات، اتطور كتير جدا من اول التسعينات لحد الالفين. حصل له ديكي والناس كانوا شايفين انه مفيش فايدة منه كبيرة، لحد ما جاء عالم بريطاني كده وبدأ كان في مجموعة من المشاكل في النيورال نتورك الناس مش قادرين يحلوها، هو حلها فالدنيا اتطورت قوي، وروحنا للديب ليرنينج والدنيا بقى فيها تفاصيل كتير قوي، ومنها طبعا شغل الاي اي، وبقى موضة دلوقتي الحقيقة يعني الماشين ليرنينج. النيورال نتورك الحقيقة هي فيها شغل شوية بيقلل السيل النيرفس سيل بتاعتنا بتاعت البني ادم الطبيعية. تعالوا نشوف الدنيا شغالة ازاي في النيرفس سيل الحقيقية. النيرفس سيل الحقيقية اللي هي دندرايت دي. النيرفس سيل الحقيقيه بيبقى فيه اللي هي الخليه الاصليه اهي اللي فيها النيوكليوس زي ما احنا شايفين كده، وفيها الاكسون ده، وفيها التيرمينال، والمايلين شيت ده اللي هو ده نوع من انواع البروتين بيبقى لونه ابيض، عشان كده طبعا النيرف بيبقى لونه ابيض لو احنا بنشوف النيرف، والنيرف ده حاجه طويله يعني دي ممكن تبقى بالامتار، يعني الخليه دي ممكن تجيب من اول المنطقة اللي بنسنس فيها لحد ما توصل للمخ، لحد ما توصل للعمود الفقري. ده حاجة طويلة، ماشي كده؟ هنا عندنا أكن فيه السنسورز بتبقى موجودة في آخر السيل بادي هنا. السنسور دي بتبدأ تحس بالحاجة بيجي لها سيجنال، السيجنال دي بتدخل هنا، وسيجنال تانية بتيجي من هنا، وسيجنال تالتة بتيجي من هنا. السيجنال دي تضرب في ويت معين، ماشي، وبعد كده هنا الخليه بتبدا تعمل ايه، بتاخد قرار عند ثريشولد معين ان هي هتبعت السيجنال دي للمخ ولا لا، متخيلين صح؟ وده اللي بيحصل مثلا لو عندنا مشكله في اسناننا، احيانا ممكن حاجه بسيطه سخنه مش مؤثره، لكن حاجه سخنه قوي ابدا يبقى الم رهيب صح؟ يعني انا هنا في فتره ما في ثريشولد معين السيجنال ما راحتش للمخ وعملت لي مشكله، لكن في ثريشولد اول ما عديته السيجنال راحت وعملت لي بدات احس بالم جامد. فهي دي فكره الثريشولد، وان انا عمال اجمع من كذا مكان، يعني السيجنال اللي جاي من هنا بتتضرب في ويت في الطريق وبتبدا تخش، السيجنال اللي جاي من مكان ثاني بتتضرب في ويت وبعدين تخش على النيوكليس. السيل بادي بعد كده بياخد المجموع بتاع ده كله ويبدا يشوف هو عدى الثريشولد ولا ما عداش. لو عدى الثريشولد يبقى هيبدا يبعت معلومه للمخ ان في مشكله او في حاجه حصلت، ماشي كده. فبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده، اكن عندنا هنا دي السيل بادي، وعندي هنا مجموعه من السنسورز، وفي مجموعه من الويتس هنا، يبقى الفيتشر دي هتتضرب في ويت وتدخل هنا، الفيتشر دي هتتضرب في ويت وتدخل للسيل بادي، الفيتشر دي وهكذا. وبعدين نعوض في حاجه اسمها اكتيفيشن فانكشن. ايه الاكتيفيشن فانكشن؟ هي فانكشن بسيطه خالص، تشوف ان انا ايه بالظبط اكنها زي ثريشولد، عديت ثريشولد معين يبقى هبدا ابعت سيجنال للمخ، ما عدتش يبقى انا خلاص لسه مفيش مشكله. ده الشكل البسيط، والشكل البسيط ده لو نفتكر هو شكل اللوجيستيك ريجريشن لو احنا فاكرين. الاتش هنا بتمثل لنا اللوجيستيك فانكشن، يبقى مجموعه من الانبوت هنا، طبعا اكس نود اتفقنا قيمه اكس نود كام؟ بواحد، بنسميها البايز تيرم او البايز يونت، واكس واحد واكس اثنين واكس ثلاثه، ودول الانبوتس، ودي النود بتاعتنا، والاوتبوت من عندنا هنا هيبقى برضو القيمه بتاعت الاوتبوت بتاعت الاتش هنا، الرينج بتاعها من كام لكام؟ من 0 ل 1 والويتس، فدي يونت ببساطه. اليونت دي هي نفسها اللوجيستيك ريجريشن. شايفين المعادله اللي كانت لسه موجوده عندنا في البرنامج؟ احنا هنا بنعمل ايه؟ شايفين سيتا ترانسبوز اكس؟ دي اللي كانت موجوده في البرنامج دلوقتي. ايه سيتا ترانسبوز اكس دي؟ ها؟ اللي هي عباره عن ايه؟
كتبتها لكم قبل كده، بس لو نكتبها تاني سيتا ترانسبوز لما نضربها في اكس هتطلع لنا ايه؟ هتطلع لنا سيتا نوت اكس نوت زائد سيتا 1 اكس 1 زائد، واحنا ماشيين كده صح؟ كل ده لما نعوض عنه بي فانكشن جي اللي هي اللوجيستيك فانكشن اللي هي دي كلها، نعوض ناخد القيمه دي، القيمه دي دايما اللي جوه ده بنسميه زد، اخليكم الترم ده مش هيتغير. فلو عوضنا بالقيمه دي كلها بالزد دي هنا هنطلع الاتش اللي هو البريدكتد اوتبوت بتاعنا. فده المقصود بسيتا ترانسبوز اكس، وده اللي كان موجود في البرنامج لو انتم فاكرين. اشهد على طيب. بالمناسبه الاكتيفيشن فانكشن دي في النيورال نتورك بنسميها اكتيفيشن فانكشن، هل هي بالضروري تبقى لوجيستيك فانكشن؟ مش بالضروري، في انواع فانكشنز كتير نقدر نعوض بيها بدال اللوجيستيك فانكشن اللي هي الرينج بتاعها من 0 ل 1. هنا بقى ده التطور، النيورال نتورك دلوقتي ما بقتش محتاجين سيل واحده بس اللي نشتغل بيها، ده احنا ممكن نحط اكتر من سيل، ودي هنسميها نودز. شايفين؟ يبقى بقى عندنا نود 1 ونود 2 ونود 3 وعندنا لاير 1 ولاير 2. شايفين؟ اليونت الواحده من دول تاني هي لوجيستيك ريجريشن، وده اللي خلانا نبدا باللوجيستيك ريجريشن. اليونت الواحده من النيورال نتورك هي بالظبط اللوجيستيك ريجريشن اللي عمالين نتكلم عنه بقى لنا فترتين. ماشي؟ بنعمل ايه؟ دي الفيتشرز اللي عندنا. A1 دي يونت، A1 بس يونت لوجيستيك ريجريشن، A2 اليونت الثانية وهكذا. هنا عندنا كام لاير؟ هي الحقيقة مش 3 لاير، احنا عندنا النيورال نتورك دي 2 لايرز. انبوت لاير دي مش بنحسبها، هيدن لاير، اوتبوت لاير. ماشي، دي المسميات. دي الانبوت لاير، دي ها 1 هيدن لاير، لان انا ممكن بعد شويه هنلاقي ممكن نحط اكتر من هيدن لايرز. ماشي، 1 اوتبوت لاير، او سوري اوتبوت لاير. الهيدن لاير فيها كام نوت او فيها كام يونت؟ 3 صح. الانبوت لاير فيها كام لاير نود او فيها كام يونتس؟ 3. والثلاثه اللي في الانبوت بيمثلوا لي ايه؟ الفيتشرز بتاعتي صح كده. والاوتبوت هنا بيمثل لي ايه؟ لو انا عندي الاوتبوت في نود واحده او في يونت واحده، لان بعد شويه ممكن يبقى في كمان واحده هنا، وممكن يبقى في كمان واحده هنا. كل واحده من دول بتمثل ان انا عندي تو كلاسز. لو انا عندي واحده بس يبقى انا عندي تو كلاسز وعايز افصل بينهم صح. كل ما بزود كل ما يبقى عندي مالتي كلاسز. ماشي، فانا لو عندي اوتبوت واحد بس كده يبقى انا عندي تو كلاسز وعايز افصل بينهم. طبعا هنا في ترم احنا هنا بنزوده اللي هو صح اكس نوت على اللوجيستيك ريجريشن. لو احنا فاكرين كنا بنزود ترم اكس نوت ومعاه سيتا نوت، برضو نفس الكلام عملناه هنا على كل واحده لوجيستيك ريجريشن من دول حطينا لهم اكس نود، وكلهم واخدين نفس الاكس نود. وقيمه الاكس نود بكام؟ قيمه الاكس نود بكام في اللوجيستيك ريجريشن هناك؟ واحد. وهنا بواحد، بس الويتس اللي هتتغير. هي الويتس هنا هتبقى موجوده فين؟ ممكن نحط الويتس هنا، يعني هنا هتبقى في سيتا نود مثلا، وهنا في سيتا نود ثانيه، وهنا في سيتا. هنشوف ازاي نكتب الترمات دي دلوقتي، بس انا هفكركم بس. ماشي؟ وبرضه الويتس هنا ممكن الويتس ممكن نكتبها هنا، يعني طبعا عندنا ويتس كتير. تلاحظوا ان هنا
كل يونت من دول عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الويتس هنا. الويتس دي هتخش هنا لما يعني اكس 1 هتضرب في الويت ده، صح؟ يعني تخيل، نتخيل النود دي عشان نحسبها نعمل ايه؟ اكس 1 هتضرب في الويت ده، ده في خط واصل كده يبقى في ويت هنا. اكس 2 هتضرب في الويت ده. اكس 3 هتضرب في الويت ده، صح؟ واكس مود هتضرب في الويت ده. وبعدين تعالوا نكتب الكلام، هو موجود في السلايد اللي بعد كده. سيتا 1 0 اتضربت في اكس نوت، اكس نوت اللي كانت مرسومه فوق هنا. وبعدين سيتا 1 1 اتضربت في اكس 1، سيتا 1 2 اتضربت في اكس 2، سيتا 1 3 اتضربت في اكس 3. كل دول كده هنعوض بيهم في الجي اللي هي الاكتيفيشن فانكشن، هيطلع لنا اي 1. اي 1 ال 1 اللي تحت ده بيمثل لنا ايه؟ رقم النود. امال الاثنين اللي فوق رقم اللير، ماشي؟ يعني انا هنا بحسب الاوتبوت من لير 2 كلها، كل دولت الحسابات بتاعت لير 2. فعشان كده هنلاقي كلهم مكتوب فوق، فوق السافكس بتاعنا كله مكتوب فيه 2 لان انا بحسب لير 2، ماشي؟ امال ال 1 وال 2 وال 3 دي بتمثل ايه؟ لا بتمثل النود نمبر. فا A1 اللي تحت دي معناها ان انا بحسب الاوتبوت بتاع النود دي اللي هي اول نود، اول يونت. و A2 اللي تحت دي بتمثل لنا تاني نود دي. و A3 تالت نود. فضربنا السيتاز في كل سيتا او كل ويت ضربناه في الاكس بتاعته. يعني هنا لو عشان تتخيلوها بس ببساطه كده، المفروض ان انا عندي هنا اكس نود هتتضرب في سيتا 1 2 1 0 سيتا اللي موصله من هنا لهنا اللي هو الترم ده. اكس 1 هتتضرب في سيتا اللي موصله من هنا لهنا، اي اكس 1 هتتضرب في سيتا 1 1. اكس 2 هتتضرب في سيتا، ها اكس 2 اهي 1 2 سيتا 1 2 اللي هي دي. اكس 3 سيتا 1 3 اللي هي دي. طلعنا الترم ده كله هنعوض بيه في الاكتيفيشن فانكشن بتاعتنا اللي هي في حالتنا هنا اتفقنا ان هي سيجمويد فانكشن او لوجيستيك فانكشن. هيطلع لنا الاوتبوت من النود دي اللي هو هنا، والسطر الثاني ده هيطلع لنا الاوتبوت ده، والسطر الثالث هكذا. يبقى الرقم اللي فوق بيمثل رقم، ها اللير، الرقم اللي تحت بيمثل رقم النود او اليونت اللي احنا فيها. والايه هنا بتمثل لنا الاوتبوت. والترم ده كله مش عايزين ننسى بيمثل لنا زد. الترم ده كله كده قبل ما نعوض بيه في الاكتيفيشن فانكشن بنسميه زد. ده مهم جدا عشان هنحتاجه دلوقتي. تعالوا نقول نفس الكلام هنقوله تاني ببساطة اهو. هنا في اكس نود. فاكس نود بتتضرب لو احنا دلوقتي بنحسب ايه؟ A2 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 يبقى احنا بنحسب الاوتبوت من لير، لير 2. ماشي؟ يبقى A1 ها سيتا 1 0 في اكس نود. من هنا بنضرب السيتا اللي هنا في قيمة الاكس نود اللي هي بواحد، وبعدين سيتا 1 1 اللي في لير 1 برضو هنضربها في اكس 1 وهكذا. كل دول ونعوض بيهم في الجي عشان نجيب A1، A1 اللي هو الاوتبوت ده، و A2 و A3 وهكذا. نعم لازم كل الفيتشر معايا تخش في كل دول، يعني اكس 1 و 2 و 3 لازم كلهم يخشوا من دول الاولانيه، ولا ينفع عمرات من المدى الغنية؟ ايه رأيكم؟ هي لو سيتا 1 1 دي
بقت بصفر. الفيتشر دي بقت موجوده داخله لا. فخلاص فممكن واحنا بنحسب نلاقي في سيتا طلعت بصفر. ده معناه ان انت اللي انت قلته بالظبط حاصل، لكن الوصله اتقطعت. اه الفيتشر دي مش مقصره، هي هتطلع، هي هتطلع لوحدها. هي اما نلاقي الود بتاعها صغر قوي ايه، لا هتتحسب بس هتلاقي الود بتاعها صغر مش مؤثره. ماشي فكده حسبنا A1 و A2 و A3. عمال ايه السطر ده؟ شايفين السطر ده عمل ايه؟ جي قال A2 اللي كنا حاسبينها من هنا صح؟ اوف 0 وبعدين A2 اوف 1 وبعدين A2 2 وبعدين A2 3. ايه دول الايهات دي؟ الاوتبوت من اللاير دي صح؟ دي 0 ودي 1 ودي 2 وهكذا، وضربناهم في الستات اللي موصله للاوتبوت لاير. دي الستات اللي في الاوتبوت لاير، فطلع لنا قيمه معينه للزد هنعوض بيها في الاكتيفيشن فانكشن، هيدينا الاتش. هي برضو ممكن نسميها ايه زي ما احنا عايزين، بس الاتش هنا بتمثل لنا الاوتبوت بتاعها. هو احيانا بنسميها الايه؟ طب امال ايه اللي على اليمين ده بقى؟ فهمنا الموديل ماشي ازاي والدنيا ماشيه ازاي بالنسبه للنيورال نتورك. هي برضو بيزك، البيزك بيلدنج بلوك بتاعها هو لوجيستيك ريجريشن، بس حطينا شويه مع بعض وبدانا نوصلهم ويبقى عندنا ويتس اكتر. ايه اللي على اليمين ده بقى؟ اكس هنا بيمثل لنا ايه؟ الفيتشرز بتاعتنا بالظبط كده. احنا عندنا كام فيتشر هنا؟ أربعة فيتشرز تمام. الزد هنا، زد 2 هنا بيمثل لنا ايه؟ بتاع لير 2 مش الاوتبوت بقى قبل ما نعوض دي في الاكتيفيشن فانكشن صح؟ انا لسه قايل لكم ان الترم ده كله كده بنسميه زد قبل ما نعوض دي في الجي او الاكتيفيشن فانكشن بتاعه النيورال نتورك. ماشي كده؟ فهنا بيقول لنا ايه بقى؟ زد 2 اللي هي كانت جايه منين بقى؟ زد 2 دي هنجيبها ازاي؟ ها؟ المفروض النهارده خدنا شويه معلومات عنها. هي سيتا ترانسبوز في اكس، لسه واخدينها في البرنامج صح؟ هي نفسها اللي هتطلع لي الترم ده. سيتا ترانسبوز دوت برودكت بتاعها في الاكس فيكتور هتطلع لنا الزد. ماشي كده؟ معايا؟ فالزد اوتبوت ده او الاوتبوت من لاير 2 هو سيتا ترانسبوز 1 مضروبه في الايه؟ في الانبوت. هنا سماها ايه؟ مسميها ايه؟ A1 صح؟ يبقى A1 ايه هي نفسها ايه؟ هي نفسها الانبوت. معايا؟ مش هيحصل حاجه. الانبوت يعني هو بيعتبر كل دولت لو انا مغمض عينيا ده اسمه ايه؟ A1 وده اسمه A2 وده اسمه A3. A3 هي ايه؟ هي الاوتبوت الاتش، وA1 هي نفسها الانبوت فيتشر. ها؟ ابطأ واقول تاني اللي متلخبط فيهم. يعني هو عايز بس يستاندرايز الدنيا، خلاص كل الاوتبوت من اللايرز هنسميه ايهات. فهنا عندنا اول ايه هي نفسها ايه؟ الانبوت فيتشر صح؟ وايه 2 دي اللي في الهيدن لاير، وايه 3 في الرسمه اللي قدام هي اللي نفسها الاوتبوت. فما نتخضش يعني. فهو هنا ممكن نكتب سيتا ترانسبوز يا اما نكتبها مضروبه في الاكس يا اما نكتبها في اي 1، مفيش ما يمنع. ايه 2 اللي هو الاوتبوت من هنا بعد ما دخل على الاكتيفيشن فانكشن، هو زد اللي فوق دي اللي حسبناها اللي هو الترم ده كله كده هنعوض بيه في مين؟ في الجي. اهو عمل كده، جاب زد 2 عوض بيها في الجي هيطلع لي ايه 2. ايه 2 دي اللي هي بتمثل لي اول ترم فيها اللي هو ده الاوتبوت من هنا، ثاني ترم ده، ثالث ترم وهكذا. ماشي؟ طبعا هو بيقول لنا كل مره لازم نزود الاي نود، احنا عارفين الاي نود والفيتشر كلها بواحد. زد 3 هي سيتا 2، سيتا 2 اللي في اللاير من هنا لهنا مضروبه في مين؟ في اي 2 اللي خارج من اللاير دي، من اللاير دي. وبعدين الزد 2 هنعمل فيها ايه؟ هنعوض بيها في الاكتيفيشن فانكشن فيطلع لنا مين؟ اي 3. اي 3 اللي هي مين؟ اللي هي الاوتبوت. تمام كده؟
يبقى ده الفيكتورز بتاعه، ده نفسه اللي في البرنامج اللي لسه شايفينه. يعني لو بصيتوا على دي وبصيتوا على البرنامج هتلاقي نفس الستايل في الكتاب. ماشي. مفيش جديد هنا. طبعا هنا مديني مثال اللي هو شكل الاكس اور، لو احنا فاكرين الاكس اور فلما كانت اكس واحد بواحد المفروض الاكس اور كانت بتقول عدد الوحيد يبقى فردي، عشان مش فاكرين الاكس اور والحاجات دي. مش مهم، الداتا سيت اللي قدامنا اللي احنا شايفينها دي هي ليه قلت بالشكل ده؟ يعني مش مشكله، يعني ما تتخضوش. فهل نقدر نعمل نيورال نتورك بكونفيجريشن معينه تقدر تكلاسيفاي الكلام ده ولا لا؟ نقدر ببساطه. يعني هو هنا مديني مثال كاتب لي نيورال، جايب لي النيورال نتورك اللي قدامنا دي، اوريكم الاوتبوت الانبوت بتاعها شكله عامل ازاي. اهي زي ما احنا شايفينها موجوده. يعني هنا لما كانت اكس نود 0 و0 فطلع هيطلعوا لنا 0 0 و1. يعني هنا لازم الاثنين يبقوا وحيد عشان الاوتبوت يطلع واحد. متخيلين لما كان الاثنين وحيد الاوتبوت الحقيقي هيطلع واحد، اي حاجه بعد كده هتطلع ايه؟ زيرو. فهو هنا جايب لنا النيورال نتورك دي بيقول هي هتحقق الكلام ده، واختار القيم اللي موجوده دي. مش مهم اختارها ازاي، بس تعالوا نتخيل كده اي حاجه. يعني لو تخيلنا الانبوت 0 و0 دولت ندخلهم هنا، ايه اللي هيحصل؟ 0 و0 دولت هيطلع عندنا الزد بكام؟ ها ركزوا معايا عشان دي هتفهمكم الدنيا ماشيه ازاي. اكس 1 كانت بصفر، دي تريننج داتا سيت، عندنا 4 تريننج داتا سيت زي ما احنا شايفينهم كده. اكس 1 واكس 2 كانوا بصفرين، المفروض الاوتبوت هيطلع بصفر الاكشوال. طب الاوتبوت عندنا البريدكتد هنا هيطلع بكام؟ من خلال الويتس اللي قدامنا دي. ها هيطلع بكام؟ ده صفر، فهيتضرب في اي حاجه هنا هيبقى صفر، وده صفر، وهيبقى فاضل الترم ده بس ناقص 30 صح؟ يبقى الزد كلها كانت بكام؟ ناقص 30 لما نعوض بيها في الجي، واحنا راسمينها ايه؟ ناقص 30 ده هتطلع لك قيمه مالها؟ صغيره خالص. صح كده؟ هتطلع قيمه صغيره خالص قريبه من كام؟ من الزيرو. يبقى كده صح؟ تعالى ندخل صفر وواحد. هنا صفر وهنا واحد، يبقى ده راح، ويبقى ناقص 30 مع 10 دي ولا 20؟ زائد 20 صح؟ ناقص 10 برضه، ناقص 10 لما اعوض بيها هنا صفر برضه، يبقى صفر صح. ماشي؟ طيب وال 1 وصفر؟ 1 وصفر برضه هيبقى هنا ناقص زائد 20 وناقص 30 برضه هيطلع صفر. 1 و1 40 ناقص 30 بوزيتيف ب 10 هيطلع ايه؟ هيطلع 1. فيبقى هي مدينا ايرور والنيورال نتورك طالعه مظبوطه. في كذا مثال مش مهم. المالتي كلاس طبعا لو احنا بنقول المثال اللي فات، واحنا لو عندنا تو كلاسز بنفصل او وان كلاس وبنفصل بين حاجتين، بنفصل بين حاجتين، فهيبقى الاوتبوت لاير كانت واحده بس. هنا لو تخيلنا ان الموديل بتاعنا ده عاملينه عشان نقول والله ده واحد بيعدي الطريق او دي عربيه او دي موتوسيكل او تراك، فعايزين كل واحده من دول هتطلع لنا ديسيجن بقى. فلو دي طلعت واحد والباقي صفار معناها ان هي في حد بيعدي،
لو دي طلعت واحد والباقي صفر وهكذا. وطبعا احنا زي ما اتفقنا احنا بنطلع واحد وصفر ولا بنطلع قيمه فرنش؟ يبقى بنطلع قيمه فرنش وفي بروبابيليتي صح؟ هيبقى كل قيمه بتاثر بتقرب من واحد. فدي بنسميها ايه؟ مالتي كلاس. فنقدر نعمل نيورال نتورك زي ما احنا شايفين كده ان يبقى فيها اكتر من الاوتبوت لاير، يبقى فيها اكتر من نود. والتريننج داتا سيت برضه هتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هتبقى برضه مجموعه من الفيتشرز وكل فيتشر بيقول لي انا في انهي كلاس فيهم.